شاركنا في الدوره ديال دورك مع المنظمه من طرف الاتحاد الاوروبي ومؤسسه انالينت من اجل هو الفن من اجل التغيير. موضوع الورشه بحد ذاته كان مهم لانه كيتطرق لموضوع الفن وكيف ممكن استعماله كيفية استعماله من اجل تغيير مواضيع اللي هي اجتماعيه ومواضيع خاصه بالمجتمعات العربيه ديالنا. ف كنا مهتمين لان حنايا في المغرب عندنا اسسنا جمعيه لمجموعه الناس النشطاء فنانين وحاولنا اننا كيفاش نطرقوا المواضيع اللي هي اجتماعيه وخاصه بالشباب عن طريق الفن، عن طريق المسرح، الغناء والرقص والافلام. فلاحظنا بان الاهداف او الميشن ديال الجمعيه ديالنا هي نفسها الاهداف ديال التدريب، وكنا محتاجين اننا نعرفوا اكثر بطريقه تقنيه ولا بطريقه عمليه كيفيه صنع المشاريع الفنيه. فهو ممكن اسباب المشاركه ديالي في هذا التدريب، وان شاء الله كنظن بان ملي غتسالى هذه الورشه هذه غادي نرجعوا المغرب عند المجموعه ديالي وغادي نحاولوا نشتغلوا اكثر في بالاشياء بالاوتكم ديال التريننج، وان شاء الله غادي يعني غادي نوزعوا على الفريق المشارك فيديوهات للعمل اللي غادي نقوموا به في الشهر الجاي ان شاء الله. هو فكره الفن هو الوصول الى شريحه مجتمعيه معينه. فلاحظنا بان الفن هو وسيله كتقدر تقرب للطبقه كبيره وطبقه هائله من المجتمع العربي عن طريق الغناء، المسرح، لانه اشياء اللي الانسان بصفته بطبيعته كيحب يتفرج فيها. فقلنا علاش انه ما يبقاش فن بس ترفيهي، لا، فن يكون عنده هدف. والانسان والمجموعات الاشخاص كيمشيو يحضروا مسرحيه ولا اغنيه ولا سهره، وبحد ذاتهم كيتعلموا كيناقشوا مواضيع اللي هي كتخص المجتمع ديالنا وكتقدر تغير تساهم في تغيير فكره او لا معتقد يمكن يكون غلط بالنسبه للسائد في المجتمعات ديالنا العربيه.